ذباب كلمة بتتكون من مقطعين، ذباب أي كلما ذهب عاد. لو حطيناها على بعض هنلاقيها بتتقري ذباب أو دبان، كلنا بنقول عليه دبان وكلنا بنعاني من مشاكله. الذباب المنزلي كل ما تهشيه يرجع ليكي تاني. ذبابة الدروسفلة بتتغذى على كل ثمار الفاكهة وتعمل لها تعفن. الذبابة البيضاء لأن فمها ماص ثاقب فبتبتدي تمتص الفيروسات وتنقلها من ورقة لورقة وتصيب لنا النبات بكل عدوى الفيروسات زي مثلا التبرقش. يبقى كل أنواع الذباب بنعاني منها. حتى بنتك لما بتلح عليك في حاجة تقول لها ايه انت مالك كده لحوها عاملة زي الدبانة. الدبان كلنا بنعاني منه ومن الحاحه ومشاكله. طب ايه رأيكم لو انا قلتلكوا ان النهاردة حلو عندي اهو؟ يلا بينا نتعرف على النبات ده اللي بيقاوم الذباب ونعرف اسمه. يلا بينا يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم معانا النهاردة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة معانا الحلقة الثالثة من الحلقات اللي بنكشف فيها عن فوائد أو وجه آخر لنباتات بيطلق عليها مسمى الحشائش، وهي نباتات برية بتنتشر في كل الأراضي. نباتنا النهاردة ده هو نبات اللي احنا هنستخدمه لمقاومة الذباب. اسم النبات ده ايه؟ اسم النبات كونيزا بونارنسيس، بيتبع فصيلة او الفصيلة النجمية. النبات ده من النباتات عشبي حولي شتوي، أوراقه جالسة على النبات غير معنقة زي ما احنا شايفين كده، الورقة جالسة على الساق، شريطية طويلة متبادلة على الساق، ليس لها عنق. النبات زي ما قلنا اسمه كونيزا بونارنسيس، وليه أسماء شائعة كتير جدا، أشهرها اسم شيخ الجبل أو الرباط أو الطباق أو الخوع أو ذيل الفرس أو ذيل الثعلب أو بابونج كاذب أو بابونج كندا. أو أهم اسم لي وإحنا عشانه هنا بنستخدمه ومشهور به جدا هو نشاش الذباب أو نشاش الدبان أو هشاش الدبان. حتى إحنا لما بنقول هش أو نش الدبان يعني النبات اسمه لازق فيه فوائده أو استخداماته اللي احنا هنتعرف عليها النهاردة. لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعالى نتعرف على النبات أكتر. النبات حولي شتوي لكن ليه جذر وتدي متعمق جدا في التربة، وده بيخلي فترة نموه تمتد كمان للصيف بدون ما يموت. الساق زي ما قلنا كده بتبتدي تتفرع من نصف الساق أعلى التربة مش من بداية نموه في التربة، والساق غير مجوفة وقائمة وارتفاعها بيوصل من 20 لـ60 سنتي، عليها شعيرات دقيقة مغبرة. اهي نشوف أحد الفروع هنا اهي، ده شكل النبات. ايه ده ساق النبات بعد ما انا كسرته، هو مصمت من الداخل ما هواش اجوف او مفرغ. شايفين شكل الساق اهو، الورقة زي ما شفنا اهي طويلة جالسة على الساق ما فيهاش عنق يحملها، بأوراق غير معنقة جالسة على الساق. شايفينها اهي اهي، ادي شكل الورقة اهي. دي
الأزهار بتاعة النبات بعد ما عقدت وكونت الثمار. الزهرة الواحدة زي ما احنا شايفينها كده شكلها كروي، بتتكون من حوالي 25 إلى 40 زهيرة صغيرة، بتعقد وتتحول إلى بذور. كل بذرة بيبقى فيها براشوت صغير أو شعيرات بيضة صغيرة بتساعدها على الطيران والانتشار والانتقال من مكان لمكان أو من بلد لبلد. طيب تيجوا نطيرها مع بعض؟ يلا نطيرها أهي، شايفين أهي؟ أنا مجرد ما بمسكها أهي كلها طارت. سبحان الله العظيم، سبحان الخالق، هي لها الانتشار بدون مساعدة الإنسان لأنه ما بيزرعهاش مخصوص. مازال النبات بحالته البرية لغاية دلوقتي، ما فيهوش أي تدخلات وراثية من العلم أو العلماء. ازاي انا هجمع بذور نبات شيخ جبل؟ اهو انا هحط الكيس كده على العنقود الزهري ده كله، هدوس عليه كده بالراحه واسحبه لفوق، هلاقي البذره كلها بقت جوه الكيس. نجرب تاني، هي سريعة التطاير، سريعة التطاير. بذور دقيقة جدا، يدوب تكاد تظهر في الكيس شعيرات بسيطة خالص رفيعة جدا، وكل شعيرة من دول فيها بذرة. نجح علماء المصريين في المركز القومي للبحوث في إنتاج مستحضرين من النبات ده. المستحضر الأول هو مادة مبيدة أو مقاومة لدودة القطن والمن والحشرات اللي بتنتشر في المحاصيل الزراعية. المستحضر الثاني عبارة عن نوع من الأقمشة الطاردة للحشرات ومضادة للبكتيريات والميكروبات في النبات وفي الجسم. تحية شكر وتقدير لكل باحث وعالم يفكر ويبحث عن الاستفادة من النباتات وتعظيم الفائدة بنشر فائدتها. من الاستخدامات الطبية للنبات أو فوائده أنه مضاد للالتهاب، مدر للبول، مضاد للإسهال، مضاد للفطريات، مضاد للالتهابات مثل التهاب اللثة، كمان بيستخدم للبواسير والروماتيزم، ومبيد للجراثيم ومطهر عام. لكن زي ما انا بقول ما حدش يستخدم اي نبات الا بعد الاستعانة بمتخصص يقول مدى صلاحية استخدامك للنبات، مقادير استخدامه، امتى تستخدمه، مدة استخدامه والتوقف بعده، او ما تستخدمهوش من البداية لانه غير مناسب لصحتك.